السلام ورحمة الله. تعرف عليك محمد شاب فريق الكوخ، أنا كابتن فريق الكوخ. كابتن فريق الكوخ، طيب اليوم كيف شاهدت فريق البدر والنجوم في هذه المباراة؟ والله مباراة حلوة صراحة، ويستاهلون يعني يوصلون لها الدور إن شاء الله، والله يوفق الجميع إن شاء الله. غدا مباراة فريق الفارس العالمي مع فريق الفهد، من تتوقع؟ والله صعب توقع صراحة، الفريقين جامدين يعني، إن شاء الله نكون حاضرين ونشوف المباراة حلوة إن شاء الله. طيب عندي لك سؤال عن هذه الدورة، إن شاء الله كنت متابع جيد لهذه الدورة. سؤالك يقول: من هو المدرب الذي لقب بالداهية وهو أحد مدربين هذه الفرق التي شاركت معنا؟ هل هو عبد الناصر الزهراني مدرب فريق الفيصل، عبد الرحمن الدوسري مدرب فريق الميدان، أو مدرب الخليج فيصل القامدي؟ مدرب الخليج فيصل القامدي. مدرب الخليج فيصل القامدي. خليجي. هو اللي لقب بالداهية. إيه. سامع عنه ولا؟ والله متابع أنا في على المنتدى يعني وشايف. والله نقول لك جوابك خطأ وحظ أوفر إن شاء الله عليك. تقريبا. معليش حظ أوفر لك، ونشكر حضورك معنا. مشكور حبيبي. الله يسلمك. لنأخذ متسابق آخر معنا في هذا اليوم. منصور السبهان. منصور السبهان، شوف أخوك اللي شارك ولا ولد عمي كله؟ لا أخوي اللي شارك. أخوك. طيب كيف شاف اليوم مستوى ومستوى فريقه؟ والله بشكل عام مستوى ممتاز، لكن الشوط الثاني انضغط فريق البدر، وهذا شيء طبيعي طبعا لأنه متقدم بنتيجة الشوط الأول 1-0، فطبيعي أنه يضغط فريق النجوم، لكن فريق البدر مقفل عليهم المناطق الخلفية ونتمنى لهم الفوز طبعا. متابع بشكل جيد هذه الدورة ولا؟ والله بحكم أني أتمرن العصر صعب علي شوي يعني فريقي، بس إذا كان يتمرن عفوا يلعب المباراة فريق البدر بكون متواجد، لكن غيره شوي يكون صعب. طيب أنا عندي لك سؤال عن هذه الدورة، سؤالك يقول: من هو المدرب الذي لقب بالداهية أحد الفرق اللي شاركت معنا في هذه البطولة؟ هل هو مدرب فريق الفيصل عبد الناصر الزهراني، أو مدرب فريق الميدان عبد الرحمن الدوسري، أو مدرب فريق الخليج فيصل القامدي؟ الاول سامع بالداهية انت ولا سامع فيه؟ انا سامع فيه وانا موجود هنا، بس اني واحد من الفرق اللي شاركت معنا. ايش الفريق الاول من قلت لي؟ عندك الفيصل عبد الناصر الزهراني، وعندك الميدان عبد الرحمن الدوسري، وعندك مدرب الخليج فيصل القامدي. الزهراني اظنه، الزهراني او الغامدي، والله ماني متاكد واحد فيهم. طيب يلا انت قررت احد منهم، جوابك صحيح، عطنا يا عبد الناصر الزهراني او عبد الرحمن الدوسري. الزهراني اكيد اكيد ان شاء الله. مدرب ايش؟ الفيصل. الفيصل. بالعكس، ألف 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 مبروك، جوابك صحيح، وبالفعل هو الداهية عبد الناصر الزهراني مدرب فريق الفيصل. تختار جائزتك؟ قول بسم الله خير أمور أوسطها. طيب تختار الجمهور جائزتك؟ ألف 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 مبروك، قسيمة شرائية مقدمة من سبورت تايم. يعطيكم العافية ومشكرين على المجهود هذا. شكرا لك، شكرا لك. إذن لنأخذ أحد المشتركين معنا والمتواجدين في هذه البطولة. نتعرف عليك؟ عقاب العتيبي. نتعرف عليك؟ فواز العتيبي. ليش أشوفكم حضرين اليوم وسبب حضوركم لهذه المباراة تحديدا؟ والله سبب حضورنا مشاهدة المباراة فقط. تعرفون الفريقين طيب؟ والله احنا ما نعرف شيء عن الفريقين، لكن حبنا للرياضة خلانا نحضر، التنظيم الرائع صراحة، والتميع تقريبا الجو الكورة يشجع ان الواحد يكون يحضر، ولا احنا كنا مارين زيارة للشرقية فشفنا التنظيم الرائع وشفنا الجو اللي صراحة يشجع ان الواحد. من وين حاضرين انتم؟ احنا جايين من الرياض. والنعم فيكم والله. عندكم بطولات زي كذا في الرياض ولا؟ اكيد افضل من كذا ولا كتنظيم وكاجواء صراحه؟ لا والله كلها مقارب البعض. طيب ايش اللي شدك في هذه البطوله واللي شاهدته ولم تشاهده في بطولات الرياض؟ خلينا نكون صريحين شوي. لا انا اقول لك صراحه التنظيم هنا رائع شوي، التنظيم عندكم ما شاء الله يعني، والعمليه الاضافه عندكم اللي هو التعليق على المباراه على يكون الواحد تشد انتباهه اكثر، وصراحة أنا أقولها بصراحة أنا من الناس المتابعين للكورة ومن الناس اللي نظموا دورات سواء في الرياض أو في خارج الرياض في منطقة الرياض بشكل عام، أنا من الناس اللي لهم تاريخ رياضي في الحواري بالذات، ونظمت بطولات وكان عندي فريق، لكن صراحة لا
تنظيم رائع جدا. نشكرك نشكرك. طيب عندي لك سؤال عن هذه الدورة وممكن ما حضرتها لكن بعطيك اختيارات فيها. كم فريق شارك من سيهات في هذه البطولة؟ الاختيار الأول هو فريق، الاختيار الثاني فريقان، والثالث ثلاثة فرق شاركت من سيهات. ثلاث فرق تقريبا. طيب ناخذ جوابك. والله باقي عندك واحد واثنين. اثنين. انت كم تقول؟ انا قلت ثلاث فرق. انت كم تقول؟ انا قلت اثنين. والله عاد صعبة فيكم خطأ، يعطيكم العافية، معليش جو صحيح واحد. نتشرف بحضوركم ونتشرف بتواجدكم اليوم معنا في هذه اليوم. شكرا لكم. شكرا، يعطيك العافية. شكرا شكرا، يعطيك العافية. شكرا حظ أوفر ويعطيكم العافية. إذا لناخذ متسابق آخر متواجد معنا في هذا اليوم. السلام عليكم. تعرف عليك؟ نوزات نايف تركي. مستمتع في المباراة لحد الآن ما شاء الله عليك، أشوف شاهد ومراقب المباراة على خدر. توني جاي يعني بالصراحة الحين. شو اللي شدك في المباراة واللي خلاك تيجي؟ والله بحب كنت ألعب. طيب تابع من أولها ولا تو أول يوم؟ مش تابعتها من الأول، لكن تقريبا من أسبوعين باستمرار أروح وأجي. طيب عندي لك سؤال وإذا جاوبت راح تربح جائزة مقدمة من الشبكة. سؤالك يقول كم فريق شارك من سيهات؟ كم فريق شارك من سيهات؟ هل فريق واحد أم فريقان أم ثلاث فرق؟ ما عندي خبرة عن الشيء هذا أبدا. أعطينا جواب. الثالث. اللي هو كم؟ فريق الثالث هو ثلاث فرق. أيوة. طيب لو أعطيك فرصة ثانية. خطأ. لو تعطيك فرصة ثانية باقي عندك فريق أو فريقين؟ الواحد. إيش ده؟ بالفعل الفريق واحد شارك معنا من سيهات. يعطيك ألف 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 عافية وألف ألف مبروك. تقدر تختار جائزتك. أوكي. اختار جائزتك. ما زلنا مستمرين ولناخذ متسابق آخر متواجد في هذه المباراة. عليكم السلام. تعرف عليك؟ الأخ حبيب أحمد السعيد. السعيد أنا عارفينك عاشق فريق البدر، كيف شايف اليوم مباراة البدر؟ والله مباراة جدا قوية بين الفريقين، وأشوف فريق البدر إن شاء الله أنه يوصل بالمستوى للنهائي إن شاء الله ويحقق إن شاء الله الكاس. طيب شاهد هذه البطولة من أولها، كيف هي معلوماتك؟ حاليا ما شاهدت البطولة هذه بس من أول هذه البطولة من أولها؟ إيه من أولها يعني. الكلام الإعلامي اللي جاني أن البطولة على مستوى صراحة يعني جدا رائع، يعني معلوماتك نقدر نقول كبيرة في هذه البطولة. إيه نعم نعم، والمنظمين ما شاء الله يعني سابقين الكل في تغطية الدورة يعني. طيب سؤالك اليوم يقول من هو الفريق اللي شارك معنا من سيهات؟ عارفة؟ أعطيك اختيارات؟ اي عطنا اختيارات. طيب هل هو فريق السد أم فريق النجوم أم فريق الكوخ؟ والله اللي عارفه أنا الكوخ. الكوخ؟ جاوبك أخير؟ السد. لا خليك على الكوخ، جواب صحيح. جوابك صحيح الكوخ. اي الكوخ بالفعل بالفعل الكوخ، وبالفعل هو اللي شارك معنا من سيهات. تختار جائزتك. الف الف مبروك قسيم الشرائية كذلك من سبورت تايم. كلمتك الاخيره عن هذه الدوره. اتمنى التوفيق لكم وشيء طيب ان اشوف كوادر شباب من زمان احنا يعني ندور على الشبكه او الاشياء هذه اللي تغطي الفعاليات. والله يوفقكم والى الامام واتمنى النجاح للدوره ان شاء الله. شكرا لك شكرا لك ويعطيك العافيه على حضورك. شكرا لك. اذا ما زلنا متواصلين مع مشتركين اخرين حاضرين معنا اليوم نشاهد الجمهور وبكثره في هذا اليوم. خلونا ناخذ مسابقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرفني بحالك؟ عدنان الحمادي. عدنا الحمادي، شو اللي شدك وش اللي شاهدته في هذه البطوله والمباراه اليوم تحديدا؟ والله مباراه صراحه جميله بين الفريق البدر وهذا، وشدني الحضور الجمهور والتعليق، يعني شدني ما شاء الله تعليق. هل انا شو شجع في هذه البطوله؟ شجع البدر طبعا ان شاء الله. كيف شايف البدر اليوم يتفوزون؟ ان شاء الله تبارك الله، لعيبه جيدين وان شاء الله الفوز لهم ان شاء الله نهائي ان شاء الله ان شاء الله. طيب عندي لك سؤال واذا جاوبت معنا بشكل صحيح راح تربح جائزه مقدمه من الشبكه. يقول لك احد الداعمين في هذه البطوله نظمت فريق الفارس العالمي بطوله باسمه، تعرفه؟ احد الداعمين. ما في خيارات؟ لا اعطيك خيارات اعطيك خيارات. هل هو كل الأندية أو سبورت تايم أو الأسواق الرياضية؟ اللي هي يعني تقدر تشوف اللوحات إنك أحد داعمين بس لا.
العالميه نقول نقول مين كل الانديه عندك سبورت تايم والاسواق الرياضيه الاسواق الرياضيه الاسواق الرياضيه اي يعني شايفهم داعمين في هذه البطوله ان شاء الله يخ. سمعت انت في دوره من قبل اسمها الاسواق الرياضيه؟ لا والله ما سمعنا يعني ما نظمه يعني ما في معليش شبابك خطا حظافر لشك نشرب بحضورك الله خير ان شاء الله شكرا لك كلمتك اخيره شكرا لكم ان شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك اذا لناخذ متسابق اخر معنا في هذا السلام عليكم السلام ورحمه الله تعرف عليك ابراهيم العسكر ابراهيم العسكر كيف شايف اليوم فريق البدر وفريق النجوم ما يحتاج البدر مو مقصرين ان شاء الله تنتهي المباراه 1-0 لنا الحين مبين على كلامك عاشق البدر لاعبهم انا ولدهم طيب اتوقع المباراه تنتهي بهذه النتيجه او هناك نتيجه اخرى لا ان شاء الله واحد لين الحين الامور طيبه مو خايفين من شم نجوم لا 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 دفاعنا كويس وهجومنا حاليا نلعب خط يعني خلاص الحين مسكرين وسط مسكر وان شاء الله ما بقى له دقيقتين ثلاثه طيب بحكم انك لاعب البدر تاهل فريق البدر اليوم من خايفين منه فريق الفارس العالمي ولا فريق الفهد خلينا نكون صريحين والله انا الفهد لعبت لا يعني شفته لكن الفارس ما شفته أتمنى تلعبوا مع الفهد لا أتوقع أتمنى الفارس العالمي طيب إن شاء الله تكون بيننا اثنين يصير ديربي أو كلاسيكو مثل ما يسمونه طيب عندي لك سؤال عن هذه البطولة وجاوبت معنا راح تربحها معنا جائزة من شبكة الفارس العالمي سؤالك يقول أحد إداريين الفرق التي شاركت معنا حصل على جائزة أفضل إداري على مرتين على التوالي تعرف اسمه أفضل إداري بعطيك خيارات هل هو سعد القحطاني من الخليج أو صالح العقيل من الفرسان أو علي الحنفوش من فريق الوسام وين كنا سعد القحطاني إداري فريق الخليج بالفعل جوابك صحيح ألف 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 مبروك إداري فريق الخليج سعد القحطاني هو أفضل إداري على مرتين على التوالي في بطولة المراعي تقدر تختم بهذا نصل لختام فقرتنا هديتكم من شبكتكم فاز فريق البدر ألف 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 مبروك قادنا الفارس العالمي وفريق الفهد تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء